قبل ام سي ميجو كنت محروم من الغناء في حفلات في ليبيا، شفناك مؤخرا طالع في لقاء في دولة شقيقة، كبار الفنانين العرب يتمنوا يطلعوا مع المذيع الهادي زعيم، نوجه له اكيد المذيع المخضرم. بعد المقابلة هذه ما جاتكش عروض حفلات في ليبيا وما زالوا ما اعترفوش بيك كرابر كأنك انت تأدي في رسالة؟ هما ديما يكلموا فيا حفلات في ليبيا ديما، لكن شكون اللي يكلم فيا؟ مش الدولة او منطقة او جهة أمنية، شباب ناس يبوا حفلات خاصة يعني، حفلات خاصة وكذا. أنا ما نقدرش ندير حفلة خاصة، فهمت كيف؟ لا أنا نحكي لك على الدولة، نحكي لك على زي مثلا في احتفال 17 فبراير السنة اللي فاتت شفنا. لا ديما يكلموا في التوانسة الدولة، يبعتوا لبالتي مرة فاتهم ما جاهمش. إيه وكافون تقريبا السنة اللي فاتت، وكافون حتى هو شبح الجو قال لهم لا قصدي غير حشمة وخلاص، عندنا ناس تقول مليح حتى احنا، فهمت كيف؟ فديما يكلموا في التوانسة وديما كداما هيك يما. شنو ينقص بنظرك الرابر الليبي باش يوصل انه هو يطلبوه حفلات برا ليبيا مش في ليبيا بس؟ والله يسمع يعني بالنسبة لي انا نحكي على نفسي، خطر يمكن نحكي على ناس تانية ياخذوها بطريقة تانية. احكي لي على نفسك كيف. انا على نفسي نخدم الحمد لله، ندير في حفلات قبل حتى ما نطلع مع الهادي زعيم ولا نطلع في قناة الحوار التونسي، نخدم في جربة ونخدم في سوسة ونخدم في تونس العاصمة، ونمشي نديره في حفلاتي ويحضروا فيها ناس ليبيين، يعني مش حتى توانسة بس، الليبيين يجوا شباب، الناس اللي يسمعوا فيها جمهوري، الناس اللي يحبوني يجوا على خاطري من ليبيا، في اللي يحجز في تذاكر طيارات، وفي اللي يجوا على معبر راس جدير، وفي اللي كذا، لما خاصة لما أنا ومعتصم وسامة مع بعضنا تربخ معنا، يجوا كلهم شباب فهمتي، وشوفوا هم بعيونهم غادي، ونمشي ندير في حفلتي وأمن وأمان، يحرصوا فيها ناس نطلع ما فيش ولا موضوع، نروح لحوشي امور طيبه. لكن في ليبيا اتصلوا بي سراج نبو حفله، سراج نبو حفله، بايع شكون بيعمل لك الحفله متاعك انت؟ يعني سراج لما بيجيك راهو جايك ام سي ميغو، راهو بيجوك شباب الجيل الجديد كل اللي تعرف انت، راهو بيجيك بيتفرج على ام سي ميغو. انا نحي تو ان الحفله بتامن الحفله الناس باش ما يتعاركوش، انت بتامنني انا شخصيا سراج نعم. انت عندك كيف تحميني؟ كيف اي ناحيه من مني بيحميك؟ من جمهورك ولا من جمهوري بيسمعني جاي بيسمعني؟ لكن اكيد الدوله ما تخلينيش ندير اغنيه انا ولا نغني في حفله، فهمتي كيف؟ ليش السبب هيك؟ مش اني ما عارفوش تو احنا رويده ولا كيف الناس. اعطيني اسباب واضحه، خلينا احنا يا سيدي اليوم في لقائي معاك نبو نحكوا كل شيء هيك، انا اللي في قلبك نيجو في كل في عده لقاءات فاتت، خليني فهمك بس حتى في اللقاءات تقول هيك وخلاص. نحكي انا تو في كل لقاء نبدا نقول والله صار معايا تفاصيل نيجو، ما اعطيتش تفاصيل، هم يعرفوا التفاصيل أكثر مني ومنك اللي مركزين في حياتي. الناس الشعب أغلبية جمهورك ما يعرفش، في ناس ما تعرفش، ما يخلونيش أنا اليوم الدولة شدوني يحبسوني يحطوني في الحبس ما عادش طلعني حد بكل، فهمتي؟ لو نمشي ندير حفلة ليش غادي السبب توصل طلقة وهم ما يحبونيش؟ خاطر أنا إنسان نولع في موسيقى ونكتب في كلام ينتقد فيهم وديما نسب فيهم. من هم؟ أعطيني أسماء، أعطيني جهات. نحكي لك على الدولة أنا. مني دولة، دولة كاملة. لا ما نعطيك الجهات. تحارب فيك دولة كاملة. اسمعي ما نقولكش أنا جهات، دولة كاملة. من مساعد لراس جدير عندي هنا وعندي هنا، ما فيش كيف. هادو اللي يلبسوا في شرطة أنا ما يحبونيش. من الأخير. أنا راتي بخت ما عنديش حتى مع شرطي مرور راه. صح. تعرفي نشبح شرطي مرور ندور ونولي. أنا في جهة وهم في جهة وكي ما يقبلونيش وما عنديش بخت معهم، مش بحتي حتى في البوابة يقعدوا معايا ناس مثلا تو أنا شكلي لايق ومرات معايا موتاتيك أصمر نبدا نبصر عليها موتاتيك يقول تو بوابة هذي بينزلوك أنت خاطرك طرحتك أبصر كيف وشعرك مداير أبصر كيف يجوني هنا يشبحوا أنزل أنت أنزل حقرة ما فيش حتى احترام إني أنا فنان ويعرفوني العالم كله ولا كذا ولا فهمتي كيف حقرة في طرابلس قبل ما نطلع لطرابلس ونسافر ونجي لتونس كان يدرسوا فيا بوابات درس ها ميغو يقول لا درس على اليمين درس حتى ما فيش موضوع بيدير معاك موضوع فهمتي كيف اللي واقف في البوابه زمان قلت حاجه قلت لما يشدوني في بوابه عندي حاجه تانية اما بيحبسوني اما بيصوروا معي ما هي هادي عم تصور معك تعرف عم تصور معك لما في الاول يقيس وينقب معك يلقاك شاحط انت امور طيبه يرخي لكن كان يلقاك خايف منه معلش وها مش عارف بيزيد يركب فهمتي كيف ويمشي تلقيه ها قلت انا وليلة شدات ميغو اليوم وصايره معي الدو هذه من قبل وليلة شدات في بوابه قاعد يتغوط ومش فيش منها الدو هذه الحمد لله عمري ما تغوطت بنادم لكن هم يحبوا يدو اوكي فهمت فعلا قرينا حتى عدد صفحات قبل قصدي هلبة يمكن في ناس تتفرج علي يقول لك خير الشخص هو يمكن يبالغ ولا عطالي روحها لا انا رسمه لا جاي نكذب عليك لا نكذب على الناس ولا عندي حاجه اصلا
كل اللي نقول فيه يعرفوه موجود على النت قدامهم، فهمتي كيف؟ فأنا هذا اللي صاير معايا، شئت ما بيت، حبيت ولا كرهت، ولا قلت خيرة ولا متكبر ولا غرور، شوف روحك. أنا هذا اللي يصير معي. تقول لي علاش أنت بس؟ مانيش عارف أنا السبب، لأني عارف لما لي عارفين، لأصحابي عارفين، ما فيش حد في الدنيا هذه عارف علاش أنا الوحيد من دون الناس هذو كلهم. يمكن أن الكاريزما متاعي قوية، أو أني أنا قصدي طاير عليهم هلبة ما فهمتش معناها. هذا اللي نشوف فيه. نتمنى إن شاء الله بلادنا ترجع بسلام وبأمن وأمان يا رب.